لكن ابي في عندي قاعد يقولوا لي شباب شنو عيال الحمايل او ولد الحمايل دعاء عيال الحمايل في دعاء حق عيال الحمايل شنو قصته شنو المقصد فيه يعني اهل عيال الحمايل يعني اقول لهم انتم عيال حمايل شوفوا اباكم واجدادكم صحيح انت سمعت الحموله في رقبتك يا وليدي صح سمعت الحموله اللي يعني اللي كانت الاول في رقبتك يا بنتي صح ترفعها ما تنزلها اي عدل ابن الحمايل يرفع صح. الاسره يرفع العائله ديروا بالكم ترى سمعتها في رقبتكم يا عيالنا يا حبايبنا يا قرة عيننا ولهذا أنا أدعو لهم يعني أقول يا رب عيال الحمايل من بنين وبنات أسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظهم بحفظك وتكلأهم برعايتك وترعاهم برعايتك اللهم اجعلهم رادة وسادة اللهم اجعلهم قدوة اللهم اجعلهم يحافظون على سمعة آبائهم وأجدادهم وكنت أدعو وأقول اللهم اغفر لهم ولأمهاتهم وأبائهم الموحدين إلى آدم شوش بعدها ها؟ آمين يا رب العالمين إيه؟ اللهم اغفر لهم ولأولادهم وأحفادهم إلى يوم القيامة الله. وهم كل الناس الحمايل المقصد فيهم الحمايل إيه؟ المقصود ابن الحمولة ابن الأسرة الكريمة صحيح. بالأخلاق إيه طبعاً اللي لها سمة صحيح. بالقيم والأخلاق ابناء الحمايل نعم لازم تحافظ على سمعة لأن في ناس يفهمون الحمولة يعني العنصرية اللي عنده فلوس ولا غني لا هذا صحيح هذا مهم إن الواحد يوضح هالشيء نعم أحسنت.